لا استنى تبرق، استنى القمر. القمر لا، السماء مرة ثانية. السماء يلوق قمى البسها الأزرق وأحسن من كل مستحسن، عيون لها في الدجى تبرق. وهذه خسارة عن جدارة واستحقاق. كملونا حكيت داروجك هناك في آخر الحكي، بس معوش. أيوة يا لميس، لميس. حيوان ونبات. حيوان ونبات، دي شو ناوية تعملي؟ خط في أدنى اللوحة. حيوان ونبات، أنا بدي أسألك، يا ترى عمرك شايفة شجرة الأناناس وشايفاها ولا مش شايفاها؟ بدي أقول لك كم حبة تحمل شجرة الأناناس؟ تحمل حبة واحدة. واحدة فقط، صح؟ هي شجيرة. قادة ورؤساء. قادة ورؤساء طبعا بده يقطع ويحول بينها وبين أن تشكل خط. نشوف يا ترى بيعرف ولا لا. هلا القائد الذي ترى رسما جداريا له بعد لحظات أنهى حكم الفرس على فلسطين عام 332 قبل الميلاد. الإسكندر المقدوني. يا سلام، الإسكندر المقدوني. أيوة يا لميس. جولة سريعة. الجولة السريعة اللي احنا كنا واحد من أربعة. لميس، عندما نتحدث على الهاتف ونحتاج إلى تهجئة الكلمات ليكون السامع على الطرف الآخر على بينة من الحروف التي يسمعها، زي ما بيحكوا مثلا موظفين شركات الطيران، بده يهجي كلمة بيقول A for Alpha, B for Bravo, C for Charlie. هلأ T واحدة من أربعة، T for T ولا Tango ولا Tortoise ولا Teacher؟ تانجو. تانجو، طيب الاو بيقولوا او فور اوسلو، اورنج، اوليفر ولا اوسكار؟ اوسكار. اوسكار. طب الزي، زي فور زو، زيبرا، زولو ولا زنزبار؟ زولو. والله انه زولو مظبوط، صح. يا أخونا طاهر، أنت تسأل. أنت تسأل. الجواب مصطلح فرنسي يطلق على عصر النهضة وانتقال أوروبا من العصور الوسطى إلى الحديثة، ومعناه الحرفي ولادة جديدة. ما السؤال؟ ما المقصود بكلمة رينيسانس؟ رينيسانس، برافو عليك، وأعطوه أيضا ناسا. أيوة يا لميس. أسماء ملونة. أسماء ملونة، وسؤال الأسماء الملونة الماسي، هو المنظمة الوحيدة التي نالت جائزة نوبل في الحرب العالمية الثانية، ما اسمها الملون ونالت جائزة نوبل في أي ميدان؟ الصليب الأحمر. أي الأحمر، هذا الاسم الملون، وأخذ جائزة نوبل في إيش؟ في السلام. سلام طبعا. طيب ايوه، كشكول. طبعا بده كشكول، وسؤال الكشكول، تعالني هنا على اللوحه 7 9 4 2 4 1 2 3 4 5، هذه أعداد، كل واحد مكون من 5 من 4 خانات أو أرقام، واحد بينهم شاذ، المحوا وقل شو هو، خذ علامة الكشكول. واحد بينهم شاذ، ثلاثة وسبعين. هذا؟ لا، الشاذ هذا، بتعرف ليش؟ ممكن اعرف ليش؟ لا، لانه هذا مجموع ارقامه 20، 8 10 16 20، الباقي 22،
6 15 22 10 19 22 18 19 22 23 19 22 23 وبتخسر. اتفضل. ايوه يا لميس. ايش بدك لميس؟ اوبرا. طبعا بدك اوبرا. هلا اذا بتجيبيها فعلا بتاخذي انت الفروسيه. سؤال الاوبرا. رب فجر سالته هل تنفست في الصحراء ورياح حسبتها جلرت ذيلك العاطف وغزال جفونه سرقت عينك الحوى ويح قيس تحركت راحته الليلة وما شعر